السلام عليكم يا شيخ الحبيب، خادمكم علي خليفة من إيران. السؤال: كم عدد الأنبياء؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي الكريم. طبعا القول المشهور أن عدد الأنبياء هم 124,000 نبي، ونقرأ من كتاب الاعتقادات للشيخ المفيد رحمه الله، يقول في كتابه في الصفحة 92: اعتقادنا في عددهم أنهم 100,000 نبي و 24,000 نبي، أي 124,000 نبي و 100,000 وصي و 24,000 وصي، لكل نبي منهم وصي أوصى إليه بأمر أو أوصى إليه بأمر الله تعالى، ونعتقد فيهم أنهم جاءوا بالحق من عند الحق، وأن قولهم قول الله تعالى، وأمرهم أمر الله تعالى، وطاعتهم طاعة الله تعالى، ومعصيتهم معصية الله تعالى، وأنهم عليهم السلام لم ينطقوا إلا عن الله تعالى وعن وحيه، وأن سادة الأنبياء 5 الذين عليهم دارة الرحى، وهم أصحاب الشرائع، وهم أولو العزم: نوح، إبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين، وأن محمدا صلى الله عليه وآله سيدهم وأفضلهم، وأنه جاء بالحق وصدق المرسلين.